صنع في العرب، الخبر إليك أقرب، اشترك معنا. مساء الخير، مرحبا بكم في هذا الخبر العاجل أينما كنتم مشاهدين الكرام. بوريطا يحمل رسالة من الملك إلى الرئيس الشيلي وإعلان الدعم لمخطط الحكم الذاتي. ناقل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطا رسالة شفوية من الملك محمد السادس إلى الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا خلال استقباله بقصر لامونيدا بسانتياغو. وأكد الملك في الرسالة الشفوية تأكيد رغبة المغرب في تطوير العلاقات القائمة بين المملكة والشيلي بشكل أكبر، وذلك في مختلف المجالات، وخلال الاستقبال الذي جرى بحضور سفيرة المغرب بالشيلي كنزة الغالي. أبدى الرئيس الشيلي اهتمام بلده بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والرفع من تدفق تبادلات السلع والخدمات مع المغرب، كما شدد رئيس الشيلي على أهمية تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والطاقة والتربية. وفي بيان مشترك توج زيارة رسمية أجراها بوريطا الجمعة إلى سانتياغو، وفي هذا الصدد نتوسع في هذا الخبر، حيث أكدت الشيلي الجمعة عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية، وكذا لجهودها الجادة من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي قابل للحياة ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي بيان مشترك توج زيارة رسمية أجراها الجمعة إلى سانتياغو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطا أكدت الشيلي دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي، وكذا لجهود الجدية للمغرب ومخطط الحكم الذاتي من أجل التوصل لحل سياسي واقعي قابل للحياة ونهائي لقضية الصحراء. وبهذه المناسبة اطلع بوريطا الجانب الشيلي بآخر تطورات النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية ودعم المجتمع الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تشكل أساس حل واقعي وجد ودي مصداقية كما توصف بذلك من قبل أحداث قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بزيارة رسمية إلى الشيلي الجمعة أجرى خلالها مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين بالبلد الجنوب أمريكي. نهاية الخبر، ادعمنا بزر الإعجاب، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.